سلام. لا لا ما تهبطوا يا الميكرو برك يا شيخ علاش تعطينا راسو كاع يا جالي ميكرو واش الصغيرينات تاعك تكسر لي لا لا لي ميكرو ما فهمتش انا على طلعوا لي يهبطوا لي ميكرو يا قوم انا تنهبطوا لي ميكرو تعيش ماشي نهبط هذا توما هذا زر عشان نحبط الميكرو هذه يا اخو الميكرو طالبوا بالماده 7 و8 هو تصحيح الحقيقي للماده 7 سلطه البلاد يا اخو على من خلال الناس اللي شاركوا في حد الان 79 مترشح كلهم سواسيه فيش مترشح احسن الله اوكي نفسه ان شاء الله على ما شاء امين التليفون المواطن اللي كان ذو الحظ باش يفوز بالثقه تاع المواطن ما وردكم على بن فليس الذي قال لو ترشح تكون رسميا ستعيش الجزائر عهده خامسه أمين صفا الوقت صعب ماهوش سبا ان مومون دو بوليميك ماهوش وقت رفض العقل المواطن عايش حالة نفسية صعبة اقتصاد نهار مشاكل اجتماعية قوات روتينات يا اخوان اسمح لي هذا وقت تاع طمأنينة وتاع احترام الاخر شو رقم انا سعلي هو حر هو يتحرك انا سعلي تربطنا علاقات من 77 ايام ما كنت امين عام في ولايه بلدنا هو كان محامي بو بريوريتي مسيو بون دون لو كان سيتي بريوريتي دو بريوريتي دو بريوريتي الريدريسمون ناسيونال Je ne parle pas de banque, c'est vrai, mais on va continuer à saigner. Ce que j'ai dit, on continue à saigner, aussi bien dans le domaine de l'exécution de l'acte économique, dans les relations banque-investisseurs. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, je suis de formation économique, et qu'il soit clair pour tout le monde que c'est l'entreprise qui crée la richesse. Pas être contre les entrepreneurs ni contre les investisseurs. Mais on demande la probité. كاش ما كاش ما شي شوف قاعد هنا حبيبي ميكرو راسو هذا اش بيكم يا ماك تشوف فيا انت اخويا ماك تشوف القدر تاعي بور الميور ديموكراسي دي انستيتيسيون بلو ديموكراتيك اي بريس بلو ليبر تو سا ان شاء الله سا في بارتي دو بروغرام كي سارا ان غران بارتي ايكونوميك et qui sera forcément politique. L'économie, c'est de la politique aussi. Inch'Allah. لازم بصح نهرجوا على كرافونس يا اخو نتبعوك هكذا اخونا سميت يا تليفون يا اخو انا يدك كاش انا اش غادي ندير بها ولا هذيك يدك يا اخو دخلت هكذا سميت سميت بالاخص شعارات الناس اعتقد ان المواطن الجزائري راه يعرفنا كل يعرف من هو من المواطن الجزائري راه يستنى في حلول ما راه يستنى لا في شتم ولا في سب ولا في اقصاء الاخر يحوس على الحلول اللي تخليه ترجع له النخوه نتاعو يصبح معتز بوطنه وحنا ما نشكش
عمرنا ولا شكيت، انا شخصيا عمري ولا شكيت في الروح الوطنيه العاليه اللي كادت تصل الى الشوفينيه بالنسبه للشباب الجزائري. اي شيء اللي يرقي البلاد رياضيا ولا اقتصاديا ولا تلقى خارج من علامات وشعارات وطنيه الى اخره. اذا نرجعوا له النخوه نتاعو، نخلوه فخور بالوطن نتاعو، ونسيوه، نحاولوا نسيوه بالافعال مش بالكلام ولا بالمعويضه ولا بال بال، نحاولوا نسيوه الهروب الى دول اخرى دولته. بالنسبه للاقتصاد برنامج ان شاء الله يجي الوقت ونتكلموا على البرنامج، لان هذا هو الاساس. الشباب عنده ركن قوي 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 جدا في اعاده بناء الاقتصاد، مش لانه شباب. انا كسبت في البرنامج اللي قدمته للمجلس الشعبي الوطني اللي كان واضح فصل السياسه عن المال لاسباب عده، ولم لاخلاقيه العمل السياسي وسماح للمواطن باش يوصل الى مستوى معين في التشريع ولا في غير التشريع عن يقين ايمان مش بالشكاره. ابدا هذه هي حربها، اخلقت العمل السياسي واخلقت الحياه السياسيه بصفه عامه، لكن الحياه الاقتصاديه. انا بالنسبه لي باقي في البرنامج ندخلوا في التفاصيل. الحجره الاساسيه اللي نبنوا عليها هو خلق مقاولين جدد، خلق مقاولين شباب. انا التزم كما التزمت في الخطاب حكيته امام الشعب الوطني، الستارت اب ثم الستارت اب ثم المقاولات المجهريه والصغيره. قلت لكم نفار ديزانونس كلاب، ندير التزامات نلتزم مش بالكلاب مجرد الكلاب. ما هي الخطوه اللي تكون بالنسبه للشباب هذا؟ انا ما عندي حتى مانع باش غدوه 1500 شاب يمشوا في الدول اللي نجحت بالشباب تاعها. كلكم تعرفوا باللي سي لي ستارت اب اللي طلعوا الصين، سي لي ستارت اب اللي طلعوا لاكوري، سي لي ستارت اب اللي طلعوا الولايات المتحده. احنا نعاود نبني على هذا الاساس لان المخ تاعهم مازال سليم وكلهم جامعيين. واليوم نشوف الاقتراحات نتاع الشباب والاختراعات نتاعهم هي المستقبل تاعنا، ونخرجوا من الدروب القدم هذه. شكرا لك، شكرا بارك الله فيكم. الجزائر محتاجة كل ولادها. معالي الوزير، الحراك يطالب بتغيير النظام ككل، انتم تمثلون ربما وجه من هذا النظام سابق بوتفليقة، الا تعتقدون بان هذا سيعرقل من مسعاكم ربما؟ شي اللي طالبوا الحراك انا كنت من البدائين وعانيت شخصيا وتعاقبت شخصيا وتعاقب ولدي. يكفيك تمشي تجيب تشوفوا في قصر الحكومه صورتين حوار وكلمه واحده، هل يستوي من امن قبل الفتح ومن امن بعد الفتح؟ احنا كنا السباقين في ظروف صعبه جدا، وتسلطت علينا عقوبات اللي كانت ممكن تدي الى امور خطيره. اذا سيستام، انا احنا من المسيرين اللي من زمان حياتي كلها، كل حياتي ملي خلت ابسط السلطه مسؤوليه
كانت من اجل الطبقه الوسطى. بارك الله فيك. سي بون سي بون. امين قطع لك يا رجل. سي بون خاوي. امين. دراج منا 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 سي دراج دراج منا أسبوع أسبوع ونص ريت ما نجهزوا قاعد نكونوا مع بعض نطولوا إن شاء الله كل الأسئلة تاعكم إن شاء الله توجد أجوبة إن شاء الله كل رزانة وبدون نرفزة وبإيمان بالوطن تحياتي واثق من الفوز تاعك دي يقول لك واثق من الفوز يعني ما راش عارف هذا الشعب هذا أنا إن شاء الله قلت لك كاين 79 مترشح وربما يكونوا أكثر كلهم سواسية يدك يدك تليفون والمحظوظ هو اللي فاز ثقة المواطن معليش اللوغو تاعك اللي راك عارفه امين طار الكابل على بالك